قناتي ومرحبا بكم معي في قناتي وفي مطبخي ملح وسكر. كيف عاملين نتوما؟ كيف دايرين مع هذا الصهد؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير. اليوم اختاريت كيف كتشوفوا معايا نقدم لكم واحد الوصفه رائعه جدا وكنحبها كثير كثير كثير، واللي تقريبا ما استغنيتش عليها طول هاد فتره هاد الصيف هذا، واللي كتبرد لنا على العطش، واللي هي الفلون كراميل اللي انا صادفته كثير في الشمال اللي هي مدينة مرتيل. أكلت منه تقريبا بزاف وعجبني، سولت على المقادير ديالو، نصحوني الناس كيفاش غادي نصوبو. ما بغيتش نبخل عليكم به، واللي هو فلون كراميل اللي غادي يكون جميل بزاف، وايضا تيتقدم بحال شي كيك. اذا نشرعوا على بركة الله ان نقدم لكم هذه الوصفة هذه الرائعة، وتبعوا معايا المقادير اولا ومن بعد غادي نشوفوا طريقه التحضير. نبداو ان شاء الله. غادي نشوفوا المقادير. عندنا يترو ديال الحليب، عندي بالنسبه للكراميل باش ما ننساش عندي انا نص كاس ديال السكر الخشن اللي غادي نديرو في هذا لو مول. كيف كتشوفوا نتوما لا استعملتوا شي مول كبير، ممكن انكم ديروا حتى الكاس ديال سنيده. انا دائما الكاس غادي نعبرو بالكاس ديال العنبه، اولا الكاس اللي غادي تشوفوا نتوما هذاك الكراميل اللي يكفيكم باش غادي يتلبس بهذا المول. عندي هنا في المقادير ديال هذا الكراميل قلنا الحليب يطرو، عندنا 4 حتى 5 المعالق ديال السكر دائما خشين على حسب نوعيه المعلقه. إذا كنتو استعملتوا هاد المعلقة الكبيرة موية، هادي ماشي كبيرة بزاف، يمكن لكم ديروا 5. عندي هنايا أيضا 3 المعالق كبار ديال الحليب الغبرة اللي كيتباع كتشوفوا في المحلات. عندنا 3 ديال الفلون ديال الشينوا، هاد الفلون كراميل كيتحضر في نفس الوقت بالبيض وفي نفس الوقت بالفلون ديال الشينوا، وعندي فقط 2 ديال البيضات. اذا هذا هو الاساس ديال هاد الفلون. الا كنتو بغيتو تضعفوا المقادير طبعا غادي تضعفوا بالنسب هكذا ديال السكر وديال الحليب وايضا ديال الحليب الغبره. اذا نشرعوا على بركه الله، ناخذوا واحد المول فاش غادي نخلطوا هاد المقادير. نبداو بها هي هاد السكر اللي قلنا عندنا ديال الكراميل. غادي نصوبوا الكراميل ديالنا، غادي نعملوه هكا في واحد المقلاة اللي غادي نديروها على النار كيف كتشوفوا، حتى يذوب لينا هاد الكراميل هذا تماما. ملي غادي يذوب ويولي اللون ديالو كراميل غادي نفرغوه امامكم في هاد لومول اللي غادي نصوب فيه هذاك الخليط. اذا غادي نرد هاد السكر يتحرق ليا بلا ما نحركو، غادي تشوفوا كيفاش غادي يبدا يذوب، وديك الساعات نتلاقاو باش نشوفوا تتمه الوصفه وكيفاش غادي نوزعوا على المول. شوفوا الكراميل ديالي او السكر ولا كراميل بدا كيعمل ليا دوك الفقاعات بسرعه. غادي نخويه في هاد المول ديالي اللي حضرت واللي انا بغيت يكون عندي فيه الكراميل. بسم الله صافي، ما خصناش نحاديوه هكذا لانه سخون بزاف. غادي نحاولوا غير بشويه نقبطوه على هاد الجهه هادي هكذا، تنبقاو ندوروه على المول حتى يتلبس تماما هكذا بهاد الشكل هذا الطريقه هادي. صافي غنشوفو هكا، هو هذا غادي نخليه على جنب ونحضر الان هذاك الخليط ديال الحليب والبيض. يعني غادي نخليه على جنب ونتلاقاو معنا هنايا. الكراميل خليناه يبرد، عندنا الحليب ها هو دا واجد، وعندنا الان غادي نصوبوا هاد البيض هذا. كناخذوا هذوك 2 ديال البيضات غادي نفقصوهم هنا في الكاس. بسم الله صافي. غادي ناخذوا هذاك السكر قلنا على حسب الذوق كل واحد شحال باغي يدير، 3 او 4 او 5 ديال المعالق. غادي نخلط هكذا مزيان، انا غادي
غادي نخلطوا هذاك البيض مع السكر. غادي ناخذوا نضيفوا شي شويه ديال الحليب، نضيفوا شي شويه ديال الحليب بحال هكذا، واحد المغرفه ولا جوج، باش ياخذ البيض درجه الحراره ديال الحليب. هنا غادي نضيفوا قلنا ثلاثة المعالق اكبر ديال الحليب الغبره، جوج ثلاثة هكذا صافي، ونخلط. خصنا دائما الحليب يكون دافي، ما نديروش الحليب بارد باش يتخلط لنا هذاك الفلون ومع ايضا الحليب الغبره صافي. وغادي نفتح هاد لي ساشي ديال الفلون، غادي نفتحهم ونخويهم هنايا وحده بوحده، بقيه الفلون مع الحليب. وغادي نخلطوا كل شيء هكذا، نردوا الكل في الكاسرونه صافي بحال هكذا. غادي نكمل الخليط، الخلط شوفوا معنا. غادي نردوها على النار، على نار مهيله حتى كيبدا كيغلي وحنا تنحركوه صافي. وديك الساعات غادي نفرغوه في المول ديالنا على هذاك الكراميل اللي وجدنا. اذا انا غادي نردو على النار صافي، ونتلاقاو باش غادي نشوفوا كيفاش غادي نفرغوه في المول. معايا بعد ما غلى مزيان هذاك الحليب والبيض وبدا كيطلق لنا الفقاعات كيف كتشوفوا صافي، وبدا حتى تقل، بدا كيتقل شي شويه صافي، كنحيدو يدنا اولا كنطفيو عليه النار صافي. وغادي الان غادي نخويه امامكم في هاد المول ديال، غادي نشوفو مع بعض بسم الله. غادي نمشيو غير هنا بعد ما فرغتو في المول، تنخليوه واحد شويه تيبرد شويه وتيهدأ من ديك الحراره ديال الغاز. كنخليوه هكذا يبرد، وديك الساعات كندخلوه للثلاجه غير لتحت بلا ما تنعملوه في المجمد، راه دغيا تيقبط راسو صافي. كنخليوه حتى كيبرد مزيان صافي، وغادي نتلاقاو باش غادي نقلبوه مع بعض، وغادي نشوفوه في صحن التقديم ونقدمه لكم ان شاء الله بالصحه والراحه، ونخليوه حتى يبرد وديك الساعات نتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم حبيباتي، بعد ما خلينا واحد الفتره الفلون ديالنا برد في الثلاجه، نوريكم الشكل ديالو كيف جا. كتكون هذيك الطبقه ديال الكراميل هي اللي كتحركو، يعني ما كيكونش لاصق. الان غادي ناخذ واحد التبصيل فاش غادي نفرغوا هذا المحتوى ديال الفلون، وتشوفوا معايا كيفاش غادي يجي الشكل ديالو. شوفوا كيف جاكم الفلون ديالي نهار اليوم، هو هذا تيجي رائع والمنظر ديالو زوين بزاف. ملي تنقلبوه كتشوفوا بان هاد لاصوص ديالو ديال الكراميل كتجي هكذا، ما تيلصقش نهائيا. غادي نوريكم يعني اللاطا اللي بقى شي حاجه فيها من التحت، ماشي مشكل، هي هادي يعني هنايا هذا هو الشكل ديالو النهائي. من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نقطعوه هكذا، لي مورسو بحال الشكل ديال الكيك، ونقدمو هكذا في طبيصلات اولا طيارات صغار الضيوف ديالنا ولا افراد الاسره ديالنا، وياكلوه ان شاء الله بالصحه والراحه. التقطيعه ديال هاد الفلون كراميل اللي على شكل كيك كيف كتشوفوا كيجي زوين، وبشكله هكذا بلا ما تنزينوه ولا يعني نزينوا له الوجه ديالو. نبداو بسم الله، غادي نقطعوا لكم هكذا، كيجي على شكل بحال شي كيك. غادي نقطع واحد المغصو كبير صافي، وهكذا تنقدموه هكذا صحة والراحة. تيجي رائع رائع بزاف، الشكل ديالو هو هذا، شوفوا هذا هو الشكل ديال كيف كتشوفوا الكريم الكراميل ديالنا، تيجي قابط راسو هكذا بحال شي كيك. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها، فهو لذيذ لذيذ بزاف
وغادي يعجبكم، وغادي ان شاء الله دائما تجربوه، ولا جربتوه طبعا ردوا عليا الخبر، وايضا كتبوا لي التعليق في التعليقات رايكم في هاد الفلون كراميل اللي درت لكم اليوم. ان شاء الله تاكلوه بالصحه والراحه، والى الملتقى ان شاء الله. بعدا ما شحيتكم منه غادي نذوق معكم هاد الفلون كراميل، هانتوما كتشوفوا واخا قطعتو بالملعقه، الملعقه كيبقى هو ديك لا تيكستور ديالو كتبقى شاده في راسها. بسم الله، رائع بزاف الصراحه، بحال اللي ذقتو لهيه، يعني اكيد اكيد غادي يعجبكم وتجربوه، زوين بزاف وبالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله نتوفقت في هذا تقديم هذا الفلون هذا، وما تنساوش انكم توضعوا لي لايك في الفيديو وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم والحباب ديالكم. ما تنساوش ايضا الاشتراكات ديالكم في القناه ديالي باش يوصلكم دائما جديد جديدي في الوصفات وايضا في الاقتراحات ديالي. ونتمنى لكم شهيه طيبه، والى الملتقى بحول الله يا ربي امين، وكل عام وانتم بألف خير.